تقول: هل من خاطرة والليالي مغادرة؟ فأقول: أجل قبل الأجل. بشر الصائمين بجنة، بشر الصابرين بجنة، إن شهر الصوم فضل نعمة الله ومنة. ففي القرآن المجيد: وأن تصوموا خير لكم، وعمومه باق في خير الدنيا والآخرة في باطنة وظاهرة. وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قيل: لأن الصوم سر لا يرد، أو صبر لا يعد، أو ترك لا يحد. رمضان كلما زاد زمنه زاد ثمنه، هو شهر اختاره الرحمن وجعل صومه من الأركان، ومدحه بأعلى بيان، فقال في علو ذات وقهر وشان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمضان أفضل شهر، وأفضله لياليه الغر، وأفضلها ليالي العشر، وأفضل العشر ليلة القدر، ويليها ليلة ختم الشهر. وقد صح أن فيها لله عتقاء ككل ليلة، ولم يصح أن فيها لله عتقاء عدد كل ليلة، ولكن الأعمال بالخواتيم، والله ذو الفضل العظيم. فانظر ما منه إليك تجد النعم نازلة، فافتح باب الرجاء وقابل النازل بالشكر. وانظر ما منك إليه تجد الذنوب صاعدة، فافتح باب الخوف وقابل الصاعدة بالتوبة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبشر المؤمنين، قد أفلح المؤمنون يومئذ يفرح المؤمنون. وتذكر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتعرض للنفحات قبل طي الصفحات، فإذا طويت صفحات الشهر فافتح باب التكبير والذكر، وأخرج زكاة الفطر، وأكثر من عبادة الشكر. ولا تقل: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ولكن قل: رمضان ولا لوعة المشتاقي، هل يأذن الباقي لنا بتلاقي. اللهم أعده أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والإسلام والمسلمون في نصر مكين وحفظ أمين. اللهم آمين.